بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحل الاكزامبل، نحول فيه ترانسفير فونكشن الاتي لا ستاتس بس مودل. ترانسفير فونكشن عبارة عن اس تربيع زائد ثلاثة اس زائد اثنين على اس تكعيب زائد تو اس تربيع زائد ثلاثة اس زائد واحد. فنلاحظ هون انه درجة المقام أعلى من درجة البسط، وعن كونك فاتح بتحل مثال انت بتعرف انه الستيت سبيس موديل بنعبر عنه بتو اكواجن. الاكواجن الاولى اللي هو اكس دوت بتساوي اي اكس زائد بي يو، والثاني اللي هي يو بتساوي سي اكس زائد دي يو. انه احنا عشان نعمل الستيت سبيس موديل بدنا نوجد ال A وال B وال C وال D. طبعا بتعرف انه المعادلة الاولى بنسميها الستيت اكويجن، والثاني بنسميها الاوتبوت اكويجن. يعني كونك موصل لمرحلة حل الاسئلة you know this this information. طبعا اول اشي بنعمله بنروح نحكي انه التي اوف اس اللي هو الترانسفير فانكشن يساوي اكس اوف اس على يو اوف اس مضروب في واي اوف اس على اكس اوف اس. طبعا الترانسفير فانكشن احنا كنا بنعرف انه هو يكتب بدلالة الواي اوف اس على اليو اوف اس اللي هو الاوتبوت على الانبوت، لكن احنا فصلنا. بعدين شو بنعمل؟ نحكي انه بنفصل المقام عن البسط، بصير لنا ال T of S بيساوي واحد على S تكعيب زائد 2 S تربيع زائد 3 S زائد واحد مضروبة في ال S تربيع زائد 3 S زائد 2. هذا هو اللي هو بيكون منخليه يساوي الجزء الأول اللي هو X of S على T of S، وهذا اللي منخليه يساوي الجزء الثاني. طبعا هذا راح يوجد لنا معادلة الستيت اكويجن، من خلاله بنوجد A و B، وهذا من خلاله بنوجد الاوتبوت اكويجن اللي هو بنوجد من خلاله C و D. خلينا نبلش بالحل. احنا فرضنا انه X of S على U of S بيساوي 1 على S تكعيب زائد 2 S تربيع زائد 3 S زائد 1. هسا بنضرب تبادلي، فبنحكي انه يو اف اس يساوي بنوزع على اكس اف اس على المقام اس تكعيب في اكس اف اس زائد 2 اس تربيع في اكس اف اس زائد 3 اس في اكس اف اس زائد اكس اف اس اللي هي الاكس اف اس ضربناها بالمقام فدخلت على كل حد. هسا بناخذ اللابلاس انفرس لمين؟ لهاي كامله. فبصير عندنا ايش اللابلاس انفرس ليو اوف اس؟ عباره عن يو اوف تي. ايش اللابلاس انفرس لاس تكعيب اكس اوف اس؟ هو عباره عن اكس اوف تي المشتقه الثالثه زائد هاي اللابلاس انفرس. طبعا احنا مفروض انك تعرف انه اللابلاس انفرس لما يكون في جمع بتوزع اللابلاس على كل حد. فاللابلاس انفرس لهاي عبارة عن 2 اكس دبل دوت اوف تي زائد هاي راح يكون 3 اكس دوت اوف تي زائد هاي راح يكون اللابلاس انفرس لها اكس اوف تي. طبعا بالعادة انت بتشوفوا كاتبه مكتوب هيك يو بيساوي اكس دبل تريبل دوت زائد 2 اكس دبل دوت زائد 3x دوت زائد x، بيكون بهذا الشكل اللي هم بس شالوا التي كشكل. طبعا احنا عندنا هنا المشتقة الثالثة، لاحظ انه هاي المعادلة اوردرها 3. اذا كم ستيت فاريبل راح يكون عندنا؟ راح يكون we have 3 state variables. فمنعرفهم x1
اكس 2 واكس 3. طبعا احنا دغري بنفرض انه اكس 1 بيساوي الاكس، اكس 2 بنفرضه ايش؟ الاكس دوت، الاكس 3 بنفرضه الاكس دبل دوت. طبعا لاحظ الاكس 2 عبارة عن اكس دوت. هسه بنحاول نوجد علاقات بين الاكس دوت والاكس نفسها. لاحظ انه هون لو اخذت اكس 1 دوت بتساوي اكس دوت، معناته اكس دوت ايش بتساوي؟ اكس 1 دوت. من هون جبنا انه هاي لو اشتق الطرفين منها اكس 1 دوت بتساوي اكس دوت، فاكس دوت هي نفسها اكس 1 دوت. هسه الاكس دبل دوت هي عبارة عن الاكس الاكس 2 دبل دوت. يعني هاي لو انت اخذتها وحكيت اكس دوت بتساوي اكس دبل دوت، هاي اكس دوت واحدة سوري، فمنها بتعرف انه اكس 3 بتساوي اكس 2 دوت. اكس 3، اكس 3 هو عبارة عن اكس هسه بنيجي بنشتق هاي اللي هي اكس 3 دوت ايش بيساوي؟ اكس تريبل دوت. هاي علاقتها من وين نجيبها؟ من المعادلة نفسها، بنخلي الاكس تريبل دوت على طرف وبننقل باقي الحدود على الطرف الثاني. فلاحظ من هاي المعادلة بنستنتج انه اكس تريبل دوت بتساوي ناقص 2x دوت دبل دوت ناقص 3x دوت ناقص x زائد u. نقلنا الناقص x الطرف الثاني فصار ناقص x دبل دوت فصارت اشارتها ناقص، وال3 صارت اشارتها ناقص، والx صارت اشارتها كمان ناقص، واللي هو لانها على الطرف الثاني موجبة فضلت موجبة. لاحظ احنا بنعرف من هون انه x دبل دوت عبارة عن اكس 3، باجي بحكاية ناقص 2 اكس 3 بعدين ناقص. انا بعرف انه اكس دوت ايش بتساوي؟ اكس دوت بتساوي اكس 2، فبستبدل بصير ناقص 3 اكس 2 ناقص الاكس شو بتساوي؟ اكس 1، فمحل اكس نحط اكس 1 بعدين زائد يو، يو بتضل زي ما هي، هاي اكس دبل تريبل دوت. فلاحظ انا صار عندي الاكس دوت علاقتها بعرفها بدلالة الستيت فاريبل، انا فرضت 3 ستيت فاريبل 1 و 2 و 3. المعادلة اللي انا بدي اوجدها هي اللي هي اكس دوت بتساوي شيء بدلالة اكس وشيء بدلالة يو، فانا الاكس دوت والاكس دبل دوت والاكس تريبل دوت لازم اوجدهم كلهم بدلالة اكس 1 و 2 و 3 اللي انا وجدتهم. فانا وصلت بالمعادلات انه انا عندي الاكس دوت دلالة x1، الاكس بدلالة x1، وهاي الاكس دوت دلالة الاكسات، والاكس دبل دوت، وهاي الاكس تريبل دوت. هسه شو بعمل؟ برتبهم بماتريكس. فباجي بحكي انا عندي x دوت x دبل دوت x تريبل دوت، هذول كلهم راح ارتبهم بماتريكس. انا هاي الماتريكس بتكون مضروبة في الستيت فاريبل اللي انا فرضته اللي هم x1 x2 x3، زائد راح يكون عندي ماتريكس مضروبة في ايش؟ مضروبة في اليو. طبعا هاي الماتريكس انا راح اوجدها راح نسميها A، وهاي الماتريكس اللي هي B. لاحظ انا من هون انا x دوت شو بتساوي؟ x دوت بتساوي x2، فمعناته هون بيكون واحد والباقي الأطراف صفر. هل هي مضروبة بشيء باليو؟ لا، فبنحط هون صفر. الإكس دبل دوت، هاي الإكس دبل دوت بتساوي إكس ثري، معناته هون واحد وباقي الحدود صفر وما إلها علاقة مع يو، فبحط هون كمان صفر. الإكس تريبل دوت ناقص تو إكس ثري، فعند إكس ثري الحد الثالث بحط ناقص اثنين، وناقص واحد إكس تو، فعند الحد الثاني بحط ناقص واحد، وناقص واحد اكس وان فبحط هون ناقص واحد، وفي عنا يو مضروبة فيها واحد هاي واحد. فأنا هيك أوجدت نص الحل، أوجدت المعادلة الماتريكس A والماتريكس B. طبعا بسموا A الستيت سبيس
ماتريكس بسموا البي الاوتبوت ماتريكس. طبعا لحد هون انا اوجدت المعادله الاولى من الستيت سبيس موديل. هسه انا بدي اوجد المعادله الثانيه. المعادله الثانيه باستخدام هذا الفرض، انه فرضنا انه واي اوف اس على اكس اوف اس بتساوي اس تربيع اللي هو البسط تبع الترانسفير فانكشن، فباجي برتبه بمعادله. هاي هون الطرف الثاني هو واي اوف اس على اكس اوف اس اللي هو فرضناه بيساوي البسط. هسه من نضرب ضرب تبادلي، فواي اوف اس بيساوي اس تربيع اكس اوف اس زائد 3 اس اكس اوف اس زائد 2 اكس اوف اس. هسه تيك ايش لابلاس انفرس، فبصير عندنا الواي اوف اس هي واي اوف تي، خليها بدا برمز واي، يساوي اكس اس تربيع ضرب اكس اوف اس اللي هي اكس دبل دوت زائد دبل دوت يعني نقص المشتقة الثانية. هون 3 اس اكس اوف اس اللي هي 3 اكس دوت زائد 2 اكس. طبعا انا احنا بنعرف من حل المثال المعادلة الاولى انه الاكس دوت، هاي هو الاكس دوت بتساوي اكس 2 والاكس دبل دوت بتساوي اكس 3 والاكس دبل دوت قد كم بيساوي. فانا باجي هون بحكي احنا الاكس دبل دوت حكينا احنا طلعنا ان هي بتساوي اكس 3 زائد الاكس دوت حكينا بتساوي اكس 2 والاكس حكينا بتساوي اكس 1، فاستبدلنا محل الاكس اكس 1 محل الاكس دوت اكس 2 محل الاكس 3 دبل دوت اكس 3. فاجي بحكي انا عندي واي بتساوي ماتريكس مضروبه في الستيت فاريبلز اللي انا فرضتهم زائد ماتريكس مضروبه في اليو، وهاي اللي هي المعادله الثانيه. هاي ماتريكس مضروبه في الاكس الستيت فاريبل فرضتهم زائد ماتريكس دي مضروبه في اليو. لاحظ انا عندي من هون اكس 3 وحده، هاي عندي اكس 3 وحط واحد، واكس 2 معاملها 3 هاي 3، وعند اكس 1 طبعا احنا في هون بس غلط صغير، هنا قلناها 2 لازم 3، هاي 3 وهاي 3 وهاي 3، فهون بتكون 3. ما في حد مضروب في في اليو فهون صفر. فلاحظ انه هاي الماتريكس سي وهاي الماتريكس دي. كونك اوجدت الماتريكس اي بي سي دي فانت اوجدت الستيت سبيس موديل المكافئ للترانسفير فانكشن الموجود هون. وهيك انت حولت الترانسفير فانكشن ل ستيت سبيس موديل. ويعطيكم الف عافيه يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.